أن تستمع إلى دودو ندياي روز يعني أن تستمع إلى إيقاع السنغال. فهذا الموسيقي الكبير بلغ 80 من عمره، وهو لا زال يدير مجموعة تضم أكثر من 15 عازف إيقاع، ويتمرن مع عائلته على تراس خاص في حي HLM في داكار. وموسيقاه تحظى باحترام الجميع. القدماء أرادوا أن يعرفوا إن كنت أخيرا أتقنت فني، وأعلنوا أنني اعتبارا من اليوم الأستاذ الأول لعازفي الإيقاع. خلال شبابه ذهب دودو إلى الزوايا البعيدة في السنغال ليتعلم الموسيقى، وخلال حياته المهنية الطويلة والغنية طلب منه الرئيس السابق ليوبول سيغار سينغور أن يكتب نشيدا مؤفرقا لبلاده، كرسته اليونسكو كنزا إنسانيا حيا. في عائلة دودو 4 نساء و30 طفلا لم يستطع أحد منهم الهروب من الموسيقى، بعضهم يصنع الطبول والآخرون يعزفون، وابنه مصطفى ندياي 50 عاما يدرس الإيقاع في مدينة الموسيقى في باريس، ويهتم أيضا بتعليم الموسيقى لشباب داكار. إنها قضية عائلية لا يمكن لأحد تجاوزها، ولدنا مع الإيقاع وسننتهي معه. الصغار في عائلة دودو يواظبون على العزف على التراس، وبابيس الذي لم يبلغ 4 من عمره بعد يريد أن يتعلم الموسيقى هو أيضا كما باقي أفراد العائلة. الآن أنا لا أخشى شيئا، لأن أطفالي الفنانين الصغار تعلموا لغة الإيقاع جيدا. والإيقاعات القديمة في السنغال اطمأنت هي أيضاً، لأنها ستبقى حية على مر العصور والأجيال.